الشخصي يعني ما حدش ينكر ان حسام حسن قيمه وقامه، يعني هو برغم يعني ان هو تولى فتره سابقه، خدت بال حضرتك، وبعدين يعني حسام حسن يعني عنده الحافز، عنده الـ يعني الفكر الجميل اللي بيوصل بيه لعيب، خدت بالك ان هو يعني زي ما بيقولوا يبقى ياكل النجيله، يعني يدي شغل، خدت بال حضرتك، ويدي له اللي هو عايزه. حسام حسن حسام حسن قيمه وقامه مع الصفقات الجديده. الراجل بيشتغل بضمير وباحساس، بان هو يعني بيشتغل بضمير يعني وبعدين بيطلع الطاقه اللي في لعيب، يعني بيخلي اللعيب مثلا ايه طاقته كلها ده. وزي ما انت شايف الاحتفال، يعني الجمهور بيجي والصحافه وكله برضه. كريزمه ميدو ان كانت تجربه جديده وكده، وانا ما بقولش ان ميدو وحش والله، بس هي بتبقى ايه ظروف وملابسات. يعني مثلا ايه ميدو حسام لما مشي المره اللي فاتت ما كانش عنده كم من الصفقات دي، يعني هو حسام جاي المره دي وسعيد وضحى بمنتخب الاردن الشقيق يعني عشان خاطر يجي يعمل حاجه نادي الزمالك. اكيد كابتن حسام عنده خبرات كبيره جدا، بعد ما ساب الزمالك تولى المصري، كسب الاهلي وكسب انبي، كسب فرق كبيره. الزمالك نتائجه كانت مشكلته مع ميدو ان هو قدام الفرق الكبيره اداؤه سيء جدا، ما بيلعبش كوره على الارض، كل يعني يعتبر الزمالك كان بيلعب كوره يعني زي الكوره ايه الافريقيه القديمه، بيلعب الكوره الطويله من نص الملعب، مفيش لعب على الارض، مفيش تكتيك في الملعب، فكان لابد من تغيير. فالزمالك حاليا مع حسام انا متفائل ان يلعب كوره حديثه، كوره على الارض، يعني زي مثلا اسبانيا كده تيكي تاكا. انما يعني حسام انا شايف ان هو الاداء هيتغير كتير معاه. عوده حميده الكابتن حسام وكابتن ابراهيم قبل كده مسكوا النادي في ظروف صعبه جدا بروحهم وبقوه عزيمتهم، رغم ان ما كانش عنده قماشه من اللعيبه قدروا يعملوا نتيجه. السنه دي او المره دي جايين وعندهم قماشه عاليه جدا. سياده المستشار مرتضى منصور جاب تقريبا اللعيبه اللي كان نادي الزمالك بيتمنى يملى المراكز الشاغره فيه، وعنده قماشه عاليه دلوقتي وقماشه يقدر يعمل بيها تشكيل كويس ويقدر بيها ينافس في كل البطولات. طبعا فرصه كبيره جدا كابتن حسام حسن يمسك فريق نادي الزمالك، لان هو اصلا فريق نادي الزمالك كان محتاج الكابتن حسام حسن الحماس واللي كان عامله كابتن حسام حسن قبل كده من المركز ال 13 للمركز الثاني، والجماهير كان مطلب جماهير رجوع الكابتن حسام حسن. يعني ربنا يوفقهم. يعني انا دايما الحمد لله بتفائل لما مدرب جديد بيجي او بيرجع مدرب كان ناجح مع الفريق او كده، فوالله ربنا يوفقه ونكسب افريقيا باذن الله. يعني ميدو ابن من ابناء نادي الزمالك وبرضه حط بصمه جميله، خدت بالك، وهو مشكور عليها برضه، يعني احمد حسام ميدو ان هو عمل بصمه جميله قبل ما يمشي، ويكفي ان هو برضه فرحنا قبل ما يمشي ومشي بمرفوع الراس. لكن هي دي سنه الحياه، يعني التغيير وارد، ومش عندنا بس، ده في جميع انديه العالم. يعني ميدو انا بحبه كزملكاوي، بس هو ميدو يعني اتظلم ان هو في سنه الصغير ده يجي مدير فني مره واحده، يعني كان لازم يتم تاهيل ميدو ان هو يجي مدرب مثلا مساعد ثم مدرب، يعني حتى مش مدرب مره واحده كمان، لا مدرب مساعد يتدرج يبقى مدرب بعد كده يبقى مدير فني. انما ميدو انا حاسس ان هو اتظلم، ان اللي حطه في المكان ده ظلمه ان هو لسه صغير. انا بقول له شكرا يا ميدو، انت راجل زملكاوي وكل الزملكاوي بيحبوك، ويعني احنا بنحب الكيان، يعني سواء مثلا ميدو احنا بنشكره ان هو مثلا ايه جاب برضه كاس مصر، فبنشكره عليه وبتمنى له التوفيق في حياته بعد كده، ويجي مثلا بعد مده طويله يجي الزمالك تاني. الكابتن ميدو من ابناء نادي الزمالك المخلصين. الكوره لغه الارقام والنتائج. النتائج بتساعد المدرب او مش بتساعده، واكم مدربين عالميين النتائج ما ساعدتهمش وتشالوا، فهي الفتره كانت صعبه، كانت مغامره، مش انا من وجهه نظري ما جاتش محسومه او ما كانتش محسوبه. فبالتالي الكابتن ميدو قدامه لسه المستقبل
ومشوار طويل. زين الدين زيدان بقى له 4 سنين بيعدوه عشان ريال مدريد، فبالتالي كابتن حسام هيأهل نفسه، وراجل مثقف جدا وعنده الخبره، وبالتالي مع الايام هيجي مدرب عالمي ان شاء الله. هو بصراحه ما كانش في توقيته، بس هو كابتن ميدو ما يفرقش عن كابتن حسام كتير، بس هما الاثنين بيحبوا نادي الزمالك والجماهير برضو بيحبوهم يعني، بس اهم حاجه مصلحه نادي الزمالك. اقول له ربنا يوفقه في اي فرقه ثانيه يعني يمرن فيها، وشكرا على الكاس يعني. نرجع تاني مع بعض، وعشان نقفل ملف في نادي الزمالك تعالوا اقول لكم بعض الاخبار الجديده من داخل نادي الزمالك. الزمالك هيبدا تدريباته النهارده في معسكره في اسكندريه. النهارده الزمالك تدريباته في اسكندريه ان شاء الله، معسكر لغايه مباراه فيتا كلوب باذن الله يوم 10 اغسطس، يعني يوم الاحد اللي جاي مباراه الزمالك وفيتا كلوب. صلاح سليمان امبارح اتعور في تدريب نادي الزمالك زي ما قلت لكم، عنده حاجه في ركبته اعتقد، جزع في الرباط، حاجه عملت رشح شويه في ركبته. نتمنى ان الجهاز الطبي يقدر يعالجه الفتره الجايه ويلحق مباراه الزمالك. زي ما قلت لكم العدد قليل جدا المقيد في افريقيا. محمد ابراهيم، كابتن حسام حسن متمسك بكل اللاعبين الموجودين، حتى الصفقات الجديده حسب مجلس الادارة قال ان هو هيدي الفرصه للجميع داخل الملعب، وبعدين يبدا يحدد هو هيكون محتاج مين مش محتاج مين، ممكن هيجيب صفقه او صفقتين ويمشي حد من اللعيبه الجداد. يعني هو الراجل قال انا ما اتكلمتش في حاجه خالص، ومش عايز الاعلام يتكلم في حاجه خالص غير لما انا احدد وحدي فرصه لكل الناس في الملعب، والملعب هو اللي هيثبت مين اللي جدير بتيشيرت نادي الزمالك ومين اللي مش هيكون موجود، حسب برضو وجهه نظر الكابتن حسام حسن. طيب بالنسبه لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم عنده رغبه في الاحتراف في البرتغال، جاي له نادي من نادي ماراتيمو البرتغالي، وحتى كان في جلسه بينه من كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وكابتن حسام وكابتن ابراهيم قالوا ان محمد ابراهيم عنده رغبه في خوض تجربه الاحتراف، وهم مش عايزين يعني يضغطوا عليه للبقاء في نادي الزمالك. فاحتمال كبير محمد ابراهيم مستنيين العرض بشكل رسمي من نادي ماريتيمو ويتفقوا على ال- 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 القيمه الماليه، ومحمد ابراهيم ينتقل الى الدوري البرتغالي. خلي بالكوا الزمالك عنده لعيبه كتير جدا تحت الفراوده، يعني هو حتى شاري 2 ايمن حفني و معروف يوسف لاعب اتحاد الشرطه، الاثنين دول خلاص ايمن حفني ومعروف يوسف دول برضو من اللعيبه اللي بتلعب تحت الفراوده غير المهاجمين اللي عنده، يعني هو عنده احمد علي واشترى باسم مرسي واشترى خالد قمر، فعنده لعيبه كتير جدا. بالاضافه ان كابتن حسام حسن قال لا انا برضو هستفيد باسلام عوض على اساس ان انا ما مشهوش انا محتاجه في افريقيا، فعاملين برنامج بدني تدريبي لاسلام عوض عشان هيحتاجه في المباراه القادمه. كنا احنا بنتكلم في موضوع اسلام عوض قبل ما يجي كابتن حسام حسن ان كان خلاص هيمشي من نادي الزمالك، وكان هياخد المليون و200 الف او المليون و100 الف مستحقاته اللي اتفق فيها مع نادي الزمالك وهيمشي، ولكن تمسك بيه كابتن حسام حسن عشان يحل الموقف في افريقيا، وبرضه قال ان اسلام عوض لعيب كويس في نص الملعب. ده بالنسبه لمحمد ابراهيم واسلام عوض. برضه موضوع ويليام جيبور، ويليام جيبور ما يقدرش يتحرك في حته خارج مصر، هو دلوقتي بيتمرن في نادي ريو افي البرتغالي اللي هو النادي اللي بيلعب فيه احمد حسن كوكا، وكان الاسبوع اللي فات لما كنا في كره كل يوم جبنا صورته وهو بيتمرن مع نادي ريو افي وكان متصور مع احمد حسن كوكا، لكن ما يقدرش يتحرك وما يقدرش يقيد هناك عشان هو مقيد او هيتقيد في نادي الزمالك، والزمالك واخد الاستغناء بتاعته من نادي طلائع الجيش. الزمالك كان بيلعب على حاجه بالنسبه لويليام جيبور، ويليام جيبور ما يقدرش يتحرك خالص غير موافقه طلائع الجيش، وطلائع الجيش بيعه النادي الزمالك. الطلائع الولد بقى بيعمل يعني كان بيحاول ان هو يخلص نفسه، هو مضى هناك ووقع بس بيحاول يخلص نفسه مع النادي البرتغالي ومش عارف، ان هو زي ما قلت لكم طلائع الجيش بيعه النادي الزمالك. الزمالك بيلعب على الوقت، يعني ايه بيلعب على عنصر الوقت؟ يعني مثلا في اخر شهر 7 اللي احنا فيه اللي خلص ده كان مفروض ويليام جيبور لو هيلعب في نادي ريو اف يقيد اوروبيا، انتوا عارفين بيلعب في الدوري الاوروبي، نادي ريو اف البرتغالي بيلعب في الدوري الاوروبي ولعب مباراه الاسبوع اللي فات في الدوري الاوروبي، فطبعا ما عرفوش يقيدوه اوروبيا، ما عرفوش يقيدوه في الدوري الاوروبي. 30/8 اللي جاي هيكون ويليام جيبور ما يقدرش يتقيد كمان في نادي ريو اف، ان هناك في البرتغال 30/8 انتوا عارفين في اوروبا كلها بيقفلوا القوائم، محدش يقدر يأيد حد بعد 30/8، فالزمالك بيلعب على عنصر الوقت ان هو
عايز ويليام جيبور مستشار مرتضى والإدارة مصممين وهم خلاص اشتروا ويليام جيبور من طلائع الجيش، ولكن لازم ويليام جيبور يجي القاهرة ويوقع على عقد انضمامه لنادي الزمالك عشان يقدر نادي الزمالك يأيده في القائمة الثانية. يعني برضو ويليام جيبور لو ما مضاش لنادي الزمالك مشكلة، ان هو لازم يمضي عشان يتأيد في القائمة الثانية نادي الزمالك قبل 30/8 او 31/8 اللي هو اخر شهر 8 عشان يقيد في القائمة المحلية لنادي الزمالك. فهو الولد عمال يماطل هناك في البرتغال، والزمالك برضو ايه عمال مستني ان هو كده كده مش هيقدر يعمل حاجة غير لما يجي الى القاهرة. ده بالنسبة لويليام جيبور. في خبر معايا تاني وهتكلم في النقطة دي بشكل كبير شوية او شكل يعني تفصيلي شوية. حسني عبد ربه، الزمالك في مفاوضات او فاتحين خط مع حسني عبد ربه عايزين يضموه. وحسني برضو مشكلته مشكلة في النادي الاسماعيلي. يعني حسني ويعني انا بحب حسني جدا طبعا، ولعيب عمل لمنتخب مصر وللكرة المصرية ولنفسه وللنادي الاسماعيلي طبعا حاجات كتير جدا، وهقولها بالتفصيل دلوقتي. يعني حسني عقده خلص خلاص مع النادي الاسماعيلي ومفروض يجدد. وحسني السنة دي وسنين كتير جدا اتنازل عن مبالغ كبيرة جدا. يعني السنة دي حسني متنازل عن حوالي 5 مليون جنيه من عقده. حسني عقده كان 7 مليون جنيه، وعشان الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي فحسني قال لك لا انا هاخد 2 مليون جنيه وهتنازل على 5 مليون جنيه. لغاية دلوقتي حسني ما خدش مستحقاته بتاعة السنة دي اللي هي خد 50% وناقص له مليون، خد 900,000 وناقص له مليون و100,000 جنيه. حسني عبد ربه ناقص له مليون و100,000 جنيه ما خدهمش، ومحدش قعد معاه من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عشان يجدد. فدي طبعا مضايقة حسني جدا، إن هو راجل يعني على مدار تاريخه مع النادي الإسماعيلي كان بيجيب فلوس كتير جدا. يعني حسني ده مدخل للنادي الإسماعيلي حوالي 40-50 مليون جنيه. هتقولوا لي إزاي؟ هقول لهم لما النادي الإسماعيلي كان عقده بيخلص حسني عبد ربه كان بيمضي مع النادي الإسماعيلي ويحترف بره مصر عشان النادي الإسماعيلي ياخد فلوس مقابل انتقاله. يعني افتكر مثلا في اتحاد جدة مش عارف النادي الإسماعيلي خد مبلغ كبير حوالي 700,000 دولار او 600,000 دولار فحسني عبد ربه. يعني الاسماعيلي خد من اتحاد جده عشان حسني يلعب في اتحاد جده 600,000 دولار. لما حسني راح نادي اهلي دبي لو تفتكروا في الامارات النادي الاسماعيلي خد 2.5 مليون دولار. لما راح نادي النصر السعودي خد برضه مبلغ كبير جدا. حسني فترات كتيره جدا كان بيتنازل عن فلوس كتيره من عقده. وانتوا عارفين طبعا مش عايز اقول بقى ان حسني كان بيدي فلوس للنادي الاسماعيلي واللي بيعمل ايه القطاع الناشئين والملاعب والحاجات دي كلها. يعني الولد فعلا عمل حاجات كتيره جدا وكسب النادي الاسماعيلي من وراه فلوس كتيره جدا، غير طبعا الفترات اللي لعب فيها مع النادي الاسماعيلي وعمل. فالراجل انا يعني كنت بكلم حسني امبارح في التليفون وهيكون معانا على التليفون بعد شويه، زعلان جدا من حاله التجاهل، وبرده بيحط مثال كده قدام عينيه اللي حصل مع محمد حمص، اللي حصل مع محمد صبحي. فبيقول لك انا يعني بعد كل اللي انا عملته ده والناس النادي الاسماعيلي يروح يخلص لعيبه ويشتري لعيبه ويدفع فلوس مثلا لمحمد عواد ويدفع فلوس لعصام الحضري ويدفع لمين والمين 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 ومش قادرين يدفعوا لي فلوسي اللي انا يعني تنازلت عن حوالي 5 مليون جنيه من قيمه عقدي عشان النادي الاسماعيلي وناقص لي مليون جنيه ومحدش كمان بيفوضني في التجديد للنادي الاسماعيلي. فبيقول انا بعمل كل ده عشان جمهور نادي الاسماعيلي وبرده لازم نادي الاسماعيلي يقدرني، وان هو عمل حاجات كتير. وبقى يعني كنا بنتكلم في حاجات كتير جدا وانا افتكرتها طبعا مع حسني عبد ربه لما راح نادي ستراسبورج الفرنسي وبرده دخل فلوس كتير جدا لنادي الاسماعيلي وتنازل او تحمل 500,000 دولار العقوبه اللي كانت على حسني عبد ربه في ستراسبورج عشان يرجع تاني مصر وما يكملش عقده مع ستراسبورج. حاجات كتيره جدا بالنسبه لحسني عبد ربه. واحنا كمان رحنا اسماعيليه وصورنا تقرير مع جمهور النادي الاسماعيلي وبعض القدامى في النادي الاسماعيلي عن حسني عبد ربه. هنسمع ونشوف التقرير وبعدين نرجع ونتكلم مع حسني عبد ربه في مداخله تليفونيه ونشوف هو زعلان من ايه، وفي نفس الوقت نشوف هل مفاوضات نادي الزمالك فعلا حقيقيه وهل حسني ممكن ينتقل لنادي الزمالك ولا هيجدد للنادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. بعد ما نتفرج على التقرير هيكون معنا حسني عبد ربه على التليفون ان شاء الله. يعني عشان نتكلم برضو التيم السنة اللي فاتت كان في مشاكل، كان عندنا مشاكل في النواحي الهجومية، كان في العدد قليل كمهاجمين يعني
السنه دي لا الحمد لله رب العالمين في تدعيمات وفي اضافات قويه جدا جدا بالنسبه للناحيه الهجوميه، وده يعني بتقول ان مستر ريكاردو كان موجود وكان معاه كابتن كرم وكابتن حمد. كابتن كرم موجود في الجهاز زي ما هو، كابتن حمد طبعا مبارك له راح مع كابتن عاب جلال المقصه، لكن هم شافوا وحللوا وشافوا ان السنه اللي فاتت كانت مشاكلها ايه. عندنا في مباريات ما كانش في مهاجم، مهاجم يلعب مش مهاجم مثلا. الطبيعي ان انت يبقى عندك 2 مهاجمين موجودين، حتى لو تلعب واحد يبقى عندك ناس موجوده معاك كبدلاء وكده، لكن ما كانش فيه كلام ده. فمن هنا كان في مباريات كتيره النادي الاسماعيلي ما كانش حلوله مش كتيره فيها يعني. فلا السنه دي الراجل حلل وشاف وطلب والاداره نفذت. النهارده بتتكلم في كلاتشي، هو عارفه كان معاه في الهلال السوداني، لعيب مهاجم متميز، لعيب بيعرف يجيب جون، وهو ده اللي كان ناقص الاسماعيلي السنه اللي فاتت. الاسماعيلي بيوصل كتير ومستحوذ كتير، لكن بيبقى عنده مشكله في الفينشنج وكده، اللي هو دلوقتي بقى دلوقتي موجود كلاتشي، موجود جون انطوي، الحمد لله الموضوع خلص وهو الراجل موجود دلوقتي ويبدا فتره الاعداد بشكل كويس. في اكتر من نجم متميز ان شاء الله. فاعتقد ان التدعيمات السنه دي كلها هدفها الشارع الاسماعيلي برضه نفس الكلام ده بيقولوه الشارع الاسماعيلي، ان التعاقدات السنه دي الناس طبعا اوفر في السن يعني، يعني جميل لعيبه مثلا يعني يمكن قرب تبطل، بس طبعا احنا لازم نتكلم برضه ظروف النادي ايه بالظبط. التعاقدات الجديده ديت بالنسبه لسمير فرج ولا الحضري ولا في طبعا كلام على محمد صلاح الحضري وزيدان والناس دي، برضه هتقول ايه يعني مثلا زيدان برضه بقى شيء ما لعبش، انما كل سيبك من الكلام ده كله، اهم حاجه هنشوف الملعب. الملعب اللي هتكلم الفيصل الملعب، فاحنا مستنظرين بس نشوفهم في الملعب، هل هم قد النادي الاسماعيلي؟ لان اسم الاسماعيلي كبير مش صغير. فاحنا عايزين لعيبه تشيل الاسماعيلي، لان الفرقه السنه اللي فاتت كانت واقعه، فاحنا عايزين السنه دي حد يشيلنا مش حد يبقى ينزلنا. بنحب نطمن الجماهير ان مش اي حد هيخش النادي الاسماعيلي. طبعا احنا محتاجين لعيبه جديده، ولكن في فتره اعداد هتبدا ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله، هنشوف الناس الجديده اللي هي مش معروفه. طبعا في ناس معروفه وفي ناس مش معروفه، فالناس اللي مش معروفه لازم نشوفها ان شاء الله، ومش هيخش النادي الاسماعيلي الا اللي يستاهل اللي ينضم للنادي الاسماعيلي. دي حاجه معروفه لا فيها مجامله ولا فيها اي حاجه، لان احنا حريصين جدا على ان النادي الاسماعيلي باذن الله من البدايه السنه دي باذن الله هنعمل موسم ان شاء الله نتمنى انه نوفق على اساس نسعد جماهيرنا والنادي الاسماعيلي يكون في المكانة بتاعته الطبيعية. لازم أطمن الناس بإذن الله حسني عبد الرحمن موجود إن شاء الله في النادي الإسماعيلي. طبعا حاجة تحزي جدا أما يكون واحد نجم زي حسني عبد الرحمن دخل للنادي الإسماعيلي ملايين فوق 20 مليون، وأسيبه لغاية دلوقتي ما تعاقدش معاه أو أعمل له طردية أو أتفاهم معاه، ده سياسة طبعا خاطئة. تخيل إن حسني ده في نادي زي النادي الأهلي مثلا او اي نادي تاني هيتصارعوا ويتكلبوا عليه، خاصه ان هو ده الفرخه اللي كانت بتبيض للنادي الاسماعيلي بيطلع يعني انا بقول ان حسني عبد ربه دفع اكتر واحد، يعني مش عايز اقول ان هو دفع اكتر من رؤساء الانديه اللي هو مثلا تتمثل في عيله العثمانيين، ده يضاهيهم لانه دخل للنادي اكتر من 20 مليون. فدي الفرخة اللي بتبيض للنادي، فيتعامل معاملة كنجم يعني. النادي الإسماعيلي ظروفه وحشة، ظروفه المادية يعني صعبة جدا، النادي ماشي يعني كويس إنه ماشي كده، ولذلك هم تأخروا فعلا في التجديد بتاع حسني ومحدش قعد معاه، أكيد أكيد عندهم ظروف منعهم إن هم يقعدوا معاه. الحمد لله يعني الأكاديمية شغالة بقالها 7 سنين، ثلاث أرباع قطاع الناشئين من الأكاديمية، حتى لما بنعملوا اختبارات ما بناخدش منها الا عدد قليل جدا، عدد قليل جدا اللي بناخده منها، لكن هم كل تركيزهم بيبقى على الاكاديميه، لان اللي بيجي من الاكاديميه بيبقى اصلا بيتاهل طول السنه معانا، فسيستم الشغل هنا هو سيستم الشغل هنا، فبالتالي الولد لما بيخش المدرسه كوره مثلا من عندي هنا بيبقى مستجيب جدا، مستجيب للشغل اللي في القطاع، فتلاقي الولد بسرعه بيتجاوب مع اللعيبه اللي قدام اللي موجودين في القطاع. الناس في اسماعيليه كلها يعني مش مستريح للي بيحصل في النادي الاسماعيلي، وخاصه في التعاقدات الجديده. وبعدين النادي الاسماعيلي النهارده انت عملت لجنه وجبت لجنه بعد ما تعاقدت مع كل الناس، المفروض اللجنه دي لو انت عاوز تعمل لجنه، واللجنه كلها اخواتنا يعني وناس عباضل، بس انت كنت عاوز تعمل لجنه اعملها قبل ما تجيب اللعيبه دي،
عشان الناس تقدر تروح عليها. طيب احنا كنا لجنه، انا والكابتن مصطفى درويش والكابتن العرب، الله كابتن العرب الله يرحمه، ما فيش مره خدوا راينا بحاجه، ولو خدوا راينا بحاجه احنا هنقول بامانه ده نادينا. يعني النهارده النادي الاسماعيلي تصنيفه حتى اتغير، يعني الاول كنا بنقول اهلي زمالك اسماعيلي، دلوقتي هتقول ايه بقى؟ اهلي زمالك سموحه وادي دجله، وبعدين تقول اسماعيلي. ده تقرير مع النجوم القدامى للنادي الاسماعيلي، وطبعا عن حسني عبد ربه وعن وضع النادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه. انتوا عارفين النادي الاسماعيلي نادي كبير في مصر، كلنا بنحب النادي الاسماعيلي، الكره الجميله، وحسني عبد ربه يعتبر رمز النادي الاسماعيلي في ال 10 15 سنه الاخرانيين. وفي نفس الوقت الكل في اسماعيليه بيتكلم ان حسني عبد ربه ده بعد ما يبطل كوره هيكون رئيس النادي الاسماعيلي. انا معايا حسني عبد ربه على التليفون، نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، ونتكلم معاه شويه بقى في القصه بتاعه التجديد والزمالك والمفاوضات، وهنعرف ايه اللي بيحصل مع حسني عبد ربه. ازيك يا حسني؟ السلام عليكم. ازيك يا عين؟ اخبارك ايه؟ كل سنه طيب. كل سنه طيب، والشعب المصري والامه الاسلاميه دايما كده، عيد علينا سعيد، وربنا يتقبل منا رمضان يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا حسني. امبارح كنت بكلمك في التليفون بعيد عليك وبقول لك كل سنه وانت طيب، وحسيت في صوتك اللي انت زعلان، ففتحت معاك كده شويه كلام، واحنا طبعا كاصدقاء واخوات، فانت فتحت معايا شويه في الكلام وحسيت اللي انت زعلان شويه ان اللي انت ما بتتقدرش في اسماعيليه او في النادي الاسماعيلي زي ما ناس تانية بتتقدر او بيحصل معاها، رغم اللي انت يعني مش عايز اقول بقى الحاجات الكتير، مش عايز اقول الحاجات اللي انت عملتها، ولكن ده طبيعي، ولكن انت يعتبر رمز للنادي الاسماعيلي يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كريم، انا ببارك طبعا لنادي الاتحاد على المقاويه طبعا، ودي حاجه جميله احنا كلنا لازم نبقى سعداء بيها، وزي ما انت قلت لازم كلنا نبقى واقفين مع نادي الاتحاد، مش اقل من النادي الاهلي والزمالك الاسماعيلي والمصري، الانديه اللي هي العريقه اللي عملت الكره المصريه طبعا، فبنبارك لهم يعني. تاني حاجه كريم، يعني اكيد انت كنت حاسس بيا امبارح انت بتكلمني، ممكن انا حظك يعني حظنا حلو احنا تواصلنا مع بعض، انا بقالي فتره يعني سايب التليفون وما بعرفش اكلم حد، وانت عارف انا قليل جدا لما بطلع في الاعلام واتكلم، بس بختار وقت معين انا احب اوضح فيها حاجه للناس. ويمكن الواحد طبعا انت عارف الفترات اللي فاتت ايام يحيى الحكومي وكان باشمهندس نصر ابو الحسن، يمكن مريت بمشاكل كبيره جدا، ويمكن يعني مش عايز اقول لك ايه اللي حصل لي في اسماعيليه واهلي والكلام دوت، وخاصه انا ما كنتش ليا سبب في القصه ديت، واتظلمت كتير جدا، يمكن عشان الواحد محترم وواحد بيحب النادي ومخلص للنادي، فيمكن الناس بتلعب على الحته ديت، انك انت يعني الناس ما تدورش على حقك، الناس بتدور ازاي ان واحد بيحب النادي الناس تدوس عليه. بالعكس يعني المفروض ان الناس تتعامل مع الواحد بحبه واحترامه كتقدير، وتشوفوا الراجل اللي بيدي النادي حقه لازم ياخد حقه، الراجل اللي بيموت نفسه عشان خاطر اي نادي مش بتكلم عن حسني عبد ربه لازم يلاقي التقدير. فانت النهارده عدم الجديه في التقدير وفي الاحترام لشخصيه هي بالنسبه للاسماعيليه او بالنسبه لمصر، عملت لمصر حاجات كتير الحمد لله، وبالنسبه زي واحد زي محمد صبحي او محمد حمص، الناس اللي هي عملت اسم نادي الاسماعيلي بصراحه ولاعيبه كبار، انك انت ما تديهمش تقديرهم او احترامهم، فدوت بيطلع لك جيل جديد ومش هيبقى فيه انتماء. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، اللعيبه الجديده هتقول ما حصل كده مع حمص مع صبحي، حصل مع محمد حمص، وقبل كده حصل مع محمد صلاح ابو جريشه الكبير كابتننا طبعا وكابتن مصر كابتن محمد صلاح، بعديه كابتن محمد محسن ابو جريشه، ودلوقتي حمص وصبحي. فانت النهارده بتهدم ابناء اسماعيليه، ابناء اللي ضحوا واخلصوا لناديهم في ظل الظروف، انك انت النهارده الانديه ديت الاهلي والزمالك من اكبر الانديه بتحارب عشان تاخد اللعيبه دي، واللعيبه دي بتضحي عشان خاطر اولا النادي اللي اتربت فيها، وتاني حاجه عشان خاطر جمهورها مش عشان خاطر اي حاجه تاني. فانت النهارده لو انت مش عايز تكرم وترضي وتخلص للناس ديت، انت هتخلص عن النادي الاسماعيلي، لان زي ما انت قلت الجيل اللي طالعه لما تشوف بيحصل مع فلان الفلاني كده وفلان الفلاني كده مش هيبقى فيه انتماء، وهي دي اكبر مشكله النادي الاسماعيلي ممكن يقابلها. حتى الكابتن علي ابو جريشه وكابتن سيد بازوكا وكابتن مصطفى درويش، الناس الكابتن عرب الله يرحمه قبل ما يتوفى وكابتن سناري، في اجيال يا كريم فعلا احنا ما اهتمناش بيها. يعني المفروض النهارده انت لما تجيب لجنه تعاقدات المفروض بتجيبها من اول الموسم يا كريم، يعني بتشوف الموسم، بتشوف اللعيبه اللي بتختار على مدار الموسم، مش بتختار على درجه ثالثه ودرجه ثانيه، مع احترام لاي لعيب طبعا، ان كلنا طلعنا من صغيرين واللعيبه دي لعيبه خبره، بس بناء على ايه؟ بناء على مين اللي اختارهم؟ احنا بنتكلم، انا كلمت يمكن الحاج محمد
انا زعلان جدا من اللي بيحصل مع لعيبه كبار واللعيبه القدام، لان المفروض اللعيبه دي يا كريم يبقى في لجنه زي ما بقول لك من بدايه الموسم بتيجي تقيم على مدار السنه بتتفرج على الفرق الثانيه. هو برضه في مدير فني برضه يا حسني بيبقى بيقول انا محتاج كذا او مش محتاج كذا. بالظبط يا كريم. وفي سنه الحياه برضه في الكوره، يعني في برضه ممكن يكون لعيب خلاص العطاء قل شويه، بس انا ممكن حتى امشيه بشكل يليق بيه واكرمه بشكل يعني على تاريخه في النادي الاسماعيلي زي محمد حمص مثلا. ما بالظبط يا كريم، يعني محمد حمص انت النهارده رحت مع احترامي للجميع، انا برضو يا كريم انا بتكلم ما بعيبش في اي حد، انا أيوه. الحاج محمد زي والدي بالظبط، والراجل ما شفتش حاجه منه وحشه لحد النهارده، عمري ما غلطت فيه ولا حاجه، انا بتكلم على كيان اسمه نادي الاسماعيلي يهم حسني عبد ربه زي ما بين الشارع الاسماعيلي. انا بتكلم محمد حمص لما يحصل معاه كده النهارده، وانت معلش في الكلمه بتجيب ناس يعني ادت جمهور نادي الاسماعيلي مش عايز اقول ادت حاجه وحشه وضربت نادي الاسماعيلي كده وتوكلت على الله ومشي، والنهارده بترجعها تاني وبتقدرها وبتحترمها وبتقدرش ابن النادي اللي اخلص طول عمره واخلص على مدار سنينه، والمفروض زي النهارده ما بنشوف النهارده وائل جمعه النهارده النادي الاهلي بيكرمه تقدير باحترام بادب وبيعينه مدير كوره بكل ادب وبكل احترام، حتى لو محمد حمص عنده ياخد كوره ويلعب لعبه عنده، والراجل لعب في السنه اللي فاتت وكان كويس وفجاه بيتعامل معامله سيئه جدا. انت خايف يا حسني يحصل معاك كده في نهايه المشوار زي ما حصل مع اللعيبه دي يعني؟ بص يا كريم، او دي بيخليك تشعر ان مفيش، انا اتفق ان حال الكوره هي كده، بس يبقى في ادب وفي احترام وفي اخلاق وفي انتماء وفي اخلاص للناس ادت، لازم يبقى نهايتها محترمه، هي دي حال الكوره، ان الناس تبقى موجوده مش موجوده، بس يبقى في تقدير يا اخي، انا بتكلم على تقدير واحترام للاعيبه الكبار، اللعيبه اللي اخلصت ودت. طيب انا النهارده يا كريم انا اخش في موضوع، يمكن انا معلش طولت عليك شويه. لا لا مفيش مشكله، اتفضل. بس الكلام اللي بقوله ده يا كريم هو طيب تعالى نحكي الموقف الحالي لحسني عبد ربه، يعني انا كل الناس بتتساءل حسني هيجدد في الاسماعيلي، حسني الزمالك بيكلمه فعلا، حسني جاي له حاجه بره، عايز اعرف قصتك ايه او الفترة الجاية هيحصل ايه مع حسني عبد رب؟ بص يا كريم، انا يمكن رجعت من النصر السعودي بعد اعارتي واتصبت بصليبي ورجعت الحمد لله وقفت على رجلي، واستمرت الموسم ده مع نادي الاسماعيلي برغم ان انا ممكن ما ظهرتش مستوى كويس زي ما الناس متعوده على حسني عبد ربه. أيه. يمكن لاسباب اصابه وراجع من اصابه، وكان في انت عارف العضله الخلفيه اللي الدكتور بياخد منها اثرت عليا شويه حتى في المنتخب ماتشات كتير ما لعبتهاش. أيه. بس الحمد لله الفترات الاخيره لا، شلت الفرقه وشلت النادي، وخاصه انت بتلعب برده مع لعيبه لسه صغيرين في الفرقه، مع لعيبه ما عندهاش خبره، لعيبه يعني محتاجه حد خبره في الفرقه. استحملت الظروف، استحملت المشاكل، يمكن كنت نرفز شويه في الملعب والناس بتقول هو حسن متعصب ليه والكلام ده، متعصب عشان انا مش لازم، الفرقه دي محتاجه حد قائد في الفرقه، محتاجه تمام. حد يحمس الفرقه، محتاجه حد يفوز. استحملت السنه، طبعا انا عقدي يعني المفروض هيخلص في نهايه الموسم، خلاص خلص يعني المفروض. فالمفروض يا كريم لما يبقى عندك لعيب زي حسني عبد ربه المفروض بتكلمه من بدري، المفروض تقعد معاه وتتكلم معاه. انا مشكورا رحت قعدت مع كابتن عاطف، قلت له كابتن عاطف انا عقدي 6.800 مليون دلوقتي، وانا عايز اعرف، انا عارف الظروف بتاعت البلد وبتاعت النادي، وانا مستحيل اخد المبلغ ده، وانا زي ما وقفت مع ناديه قبل كده لازم اقف مع ناديه دلوقتي، انتوا يا كابتن مقدركم تدوني ايه؟ عشان اللي هتقوله يا كابتن انا هاخده، يعني اخده زي ما انتوا هتلتزموا انا كمان التزم بيه، وما افكرش وانا في الملعب ان مشكله الفلوس واطلع، وانا ما بحبش اتكلم ان اقول لحسني عبد ربه خد فلوس وما خدش فلوس والكلام ده. فاحنا اتفقنا على اللي انا هتنازل على 4.5 مليون وهاخد 2 مليون تمام، يعني الباقي من العقد يعني تمام. وصل لي مشكورا الحاج محمد اللي هو بيتعامل معامله معايا بصراحه، راجل محترم وراجل بيعتبرني زي اولاده، وانا ما انكرش الكلام ده كله. بس انا كريم وصل لك 900,000 يا حسني، 50 في 200,000 في 300,000 في 200، انا مش عايز اقول لك كريم، مش انا بطلب بحقي، بطلب بحقي اللي هو اللي انا ضحيت من طول عمري في نادي الاسماعيلي الحمد لله، بطلب بحق الشرع زي اي حد. انت النهارده لما بيجي احمد فتحي عقده بنتين اهلي بيتعاقد معاه من امتى؟ لما بتلاقي فلان ولا فلان وفلان النادي الانديه الكبيره بتتعاقد مع اللعيبه الخبره، اللعيبه اللي ممكن ما تتعوضش تاني. ايوه فانت اتاخرت معايا في التعاقد لحد وقتنا هذا، في ظل الوقت انك انت النهارده مهتم بريكاردو، مجلس اداره حرب على طول، بريكاردو هيقعد، بريكاردو هيمشي، محمد مشكلته اللعيبه الجداد، وده كله بقى اللي حزني ان انا كنت اخر واحد في الاهتمام في نادي الاسماعيلي، ده اللي حزني. اه وفي لعيبه جديده جت وفي فلوس اتدفعت وحسني قاعد ما حدش بيكلمه. يمكن عاتبت الحاج محمد، بس هما الناس متخيلين يا حسني اللي انت كده كده يعني اسماعيليه دي حسني يعني، فحاطينك في الاخر على اساس ان انت
حسني عبد ربه بتاع الاسماعيلي، انت يعني ملك النادي وانت يعني حسني انت فاهم فاهم قصدي ان حسني يعني ما ينفعش يروح في حته تانية غير بالنادي الاسماعيلي يكون موافق والجمهور. طيب يا كريم حلو قوي، لما انت تكون قدرت النادي واتنزلت على الفلوس دي كلها وراجل بتاخد زي الحاج محمد بيقول لي انا لما بقدر اطلع حاجه بطلع واحنا مش مختلفين، انا لما عقدي يخلص ومفيش حد كلمني تيجي النهارده فتره الاعدادات هتبدا بكره في النادي الاسماعيلي وفي الانديه الثانيه هتقفل القوانين. انا يا كريم بتكلم ان انا لازم اعرف راسي من رجليا، انا يعني عيب لما احط عبد رب النهارده يبدا فتره اعداد وهو مش فيها، انا عندي منتخب مصر، انا كل تركيزي ازاي يعني انت مش هتتمرن بكره غير لما تحدد مع الاسماعيلي هتجدد ولا هتمشي ولا ايه اللي هيحصل؟ بص يا كريم انا اخر كلام يا كريم، انا ليا 1,100,000 على على 7 مليون اتنزلت عليهم زي ما بقول لك انا ليا 1,100,000 طلبتها من الحاج محمد. الحاج محمد انا مش هنفع انزل الملعب ولا هنفع اجدد غير لما انا اكون نفسيا حاسس يا اخي ان في تقدير معايا وتقديره واحترامه ليا. انا نفسي الاقيها يا كريم في ظل الظروف ان الناس الثانيه يا كريم نادي زي الزمالك ونادي زي الاهلي اللي ناس مهتميه بيا يا كريم من 10 سنين ومن 11 سنه وانا برغم ده كله متمسك بناديه حابب ناديه ابقى موجود فيه. انا النهارده بقول لك يا كريم انا اتكلمت مع الحاج محمد، انا مش طالب غير حقي اللي هو 1,100,000 ويديني نسبه يا عم من السنه الجديده اصرفها بعد شهر شهرين، ما عنديش مشكله في الجديد لان ده ناديه ولازم استحمله ولازم اقف معاه بس هو كمان لازم يحترمني ويحترم تاريخي ويحترم اخلاص الناديه. انا بقول لك يا كريم ان النادي الزمالك بنسبة كبيرة هو اللي فيه اهتمام بيا. ما لسه انا هقول لك اللي انا جاي لي معلومة يعني من نادي الزمالك من داخل مجلس الإدارة اللي انت بتقرب بشكل كبير جدا من نادي الزمالك. يا كريم انا مش هقعد اكتر من كده يا كريم، ان انا ما اعرفش انا هبقى فين وما اعرفش اتمرن زي ما بقول لك عندي منتخب مصر لازم انا بص ما ينفعش ان منتخب مصر يبقى كده وانا مش موجود فيه وما ينفعش ان اروح وما العبش، ما ينفعش. انا راجل عندي طموح وراجل عندي الكورة دي هي كل حاجة في حياتي، فلو ما كنتش موجود الفتره الجايه دي خلال الاسبوع ده الحاج محمد الراجل محترم ومشكورا قال لي الاسبوع ده ان شاء الله هنقعد معاه وهنحل لك مشكلتك، انا برضو من خلال حضرتك وبعرف جمهور الاسماعيلي الجمهور المحترم الجمهور اللي عارف حسني عبد ربه جدا جدا جدا، سيبك من شويه اللي بييجوا ممكن يشتموا وممكن يعملوا الناس عرفت قد ايه حسني عبد ربه عمل وبيعمل، ولحد النهارده انا متمسك بنادي الاسماعيلي لاخر لحظه انا متمسك بنادي الاسماعيلي. بس يا كريم مش بالكلام يا كريم، انا ما اطلعش اقول للناس ان حسني عبد ربه موجود وهو ما فيش اي حاجه حصلت معاه في التجديد كله كلام، انا عايز الكلام يا كريم يعني انت حاطط لنفسك ميعاد لغايه قد ايه لو الاسماعيلي ما اتحركش؟ كريم انا حاطط كل الفترات اللي فاتت دي، انا ما مش معنى ان انا ما دلوقتي خلينا دلوقتي من واحنا بنكلمك دلوقتي انا يا كريم المفروض ان انا خلال الاسبوع ده ان شاء الله اكون محدد مصيري سواء الاسماعيلي عايز او مش عايز. بس طيب انا عندي معلومه ان انت خلصت خلاص مع نادي الزمالك وواقف على التوقيع خلال 48 ساعة وحياة لا اله الا الله، انا ما قعدت مع حد مع بتوع الزمالك ولا في التليفون؟ في التليفون كله في التليفون. طيب انا بقول لك في التليفون مرتضى منصور شخصيا الراجل بيكلمني وراجل محترم ومحترم فيا تمسكي بنادي الاسماعيلي لاخر وقت بس انا كمان في نفس الوقت انا بشكره وبقول له يا استاذ المستشار انا بيتي هو نادي الاسماعيلي، لو نادي الاسماعيلي وبيتي رافضني ان انا اقعد فيه انا ثاني يوم هبقى عند حضرتك في نادي الزمالك. تمام بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسني عبد رب، مستني النادي الاسماعيلي يكلمه ويخلص معاه ويجدد له ويدفع له فلوسه القديمه عشان يحس بتقدير زي ما النادي الاسماعيلي بيشتري لعيبه جديده وبيدفع لها الفلوس. حسني يعني مهما قلت لعيب كبير ولعيب مميز واحسن لاعب في افريقيا 2008 وخد 3 بطولات مع منتخب مصر غير طبعا مسيرته واحترافه ومشواره الكبير مع الدول الخليجيه، لعب في اهلي دبي في النصر في اتحاد جده وزي ما استراسبورج الفرنسي ودخل فلوس كتيره للنادي الاسماعيلي قبل كده. طيب عايز اكمل بس حاجتين بسرعه كده في نادي الزمالك. احمد حسام ميدو مسافر بكره مع اسرته في اجازه كده لمده 10 ايام خارج مصر في انجلترا. موضوع طارق السعيد كابتن حسام برضو لمح كده كابتن حسام حسن ان هو يعني ان شاء الله الزمالك يبقى فيه مكسب الفتره اللي جايه سواء في افريقيا او في بطوله السوبر اللي هيبدا بيها الزمالك الموسم مع النادي الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس، وبعد الماتشات دي لو الزمالك في فوز وفي مكسب وفي فرحه كابتن حسام حسن من خلال بقى معلوماتي هيطلب بشكل شخصي من جماهير نادي الزمالك ان هي يعني تقبل اعتذار طارق السعيد، طارق السعيد ينضم للجهاز الفني لنادي الزمالك. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض في كره كل يوم، ما تنسوش عندنا ساعه في برنامجنا من 9:30 ل 10:30 هيكون معانا نجوم نادي الاتحاد السكندري مشرفينا النهارده وهنستعرض تاريخ الاتحاد السكندري وهنحتفل بمئويه الاتحاد السكندري وهيكون معانا
اجزاء من المؤتمر الصحفي ان شاء الله اللي بيتعمل دلوقتي او اللي بيجرى دلوقتي في استاد برج العرب، المؤتمر اللي بيوضح كل الترتيبات لمقاولات نادي الاتحاد ومباراته بكره مع سبورتنج لشبونه في استاد اسكندريه ان شاء الله.